نرحب فيكم مستمعينا الكرام، مستمعين الشبيبة فام عبر الموجتين 97.5 في مسقط والباطنة و98.5 في صلالة، وأكيد مستمرين وياكم في البرنامج الصباحي اليوم فقرات ومحطات مختلفة. واليوم يمكن في بداية البرنامج نوهنا أنا والزميلة جمانة أن راح نتكلم شوية عن مجال التعليم في السلطنة والتعليم وأهمية التعليم من بداية النهضة المباركة من عام 1970. عشان نتكلم في هذا الموضوع من محاور وزوايا مختلفة معنا في الاستوديو يعرب المعمري باحث في تقنيات التعليم. أهلا وسهلا فيك يا رب. يا هلا فيك والله راشد، الله يرحمك. صبحك الله بالخير أول شيء، وكيف صباحك اليوم بهالأجواء الجميلة؟ صباحاتكم جميلة دائما، الله يعطيكم الصحة. أهلا وسهلا فيك أستاذ يعرب. طبعا احنا سعيدين جدا بهذا الحوار، وأكيد أستاذ يعرب يعني ما شاء الله باحث ومعلم أيضا في تكنولوجيا التعلم والتعليم. أستاذ يعرب مثل ما أنت تعرف يعني مسيرة التعليم في السلطنة حظيت بالكثير من الاهتمام من المغفور له الراحل السلطان قابوس بن سعيد. أولى التعليم من أول ما تولى مقاليد الحكم في السلطنة، كان حريص أيضا أنه السلطنة تواكب التقنيات الحديثة، التغيرات اللي تصير في مختلف مجالات العلم والمعرفة، مع أنه نحافظ على خصوصية وهوية المجتمع العماني. طبعا المتمعن في خطابات جلالة السلطان الراحل طيب الله ثراه يرى دائما أنه في كل خطاب لابد من أنه يذكر كلمة التعليم ويوليها اهتمامه الدائم واهتمام خاص في الحقيقة. ومنذ توليه الحكم انطلق في نشر التعليم، وانطلق عبر مراحل مدروسة ومراحل ويخطو خطوات ثابتة في هذا المجال لحد ما وصلنا إلى مستويات تعليمية تليق فينا كمجتمع عماني. ممتاز جدا. وممكن يعني أيضا أستاذ يعرب مسيرة التعليم وفلسفة التعليم والقيم اللي استمديناها من حكمته ومن الخطابات، مثل ما تذكرت يعني دائما هناك رسائل راشد يوجهها لأبناء وطن أنه نعمل ونسعى لرفعة هذا البلد. كيف اليوم بوجهة نظرك أستاذ يعرب ممكن أن احنا نحافظ على خصوصية التعليم في السلطنة اللي مستمد من تعاليم العقيدة الإسلامية، مستمد من الفكر السياسي أيضا للمغفور له الراحل السلطان قابوس بن سعيد، خاصة أنه في الكثير من التغيرات اللي تطرأ على مجال التعليم، وأنت يعني سيد العارفين الكثير من التغيرات اللي تمر فيها مسيرة التعليم. الحين صار التعليم تقريبا خلاص شبه تكنولوجي، كل شيء أصبحنا نستخدم فيه التكنولوجيا. الخطابات السامية لجلالة السلطان المعظم طيب الله ثراه كانت كل كلمة ينطقها في هذا المجال، مجال التعليم، لها مدلولاتها الخاصة. وإحنا كمواطنين عمانيين دائما ما نستمد رؤانا ونستمد خططنا من الخطابات السامية للسلطان الراحل طيب الله ثراه. فكان أولى اهتماماته أول ما تولى الحكم نشر التعليم. كانت المرحلة الأولى نشر التعليم، لدرجة أنه كانت المدارس مهما كان حتى ولو تحت ظل شجرة، كانت على مستوى خيام، على مستوى مباني بسيطة، على مستوى بسطات بسيطة، كان التعليم موجود في هذه المرحلة. بينما انتقلنا إلى المرحلة الثانية وهي تطوير التعليم، بدينا نطور المباني، بدينا نطور المناهج، بدينا نطور البنية التحتية للتعليم. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى مرحلة تحسين نوعية التعليم، ونجحنا نجاح باهر في هذا المجال من أن احنا حسننا نوعية التعليم. ما بس كده، استمرت الخطابات في دعم التعليم، استمرت في توجيهه والتوجيه السليم لحد ما وصلنا إلى مرحلة اللي هي مواكبته للتكنولوجيا. فمواكبة التعليم للتكنولوجيا كان واحد من الأشياء الأساسية اللي انتهجناها من الخطابات السامية. نعم كان يوجه إلى التعليم، يوجه إلى المعرفة، ولكن دائما ما يركز على كلمة أن نواكب العصر، أن يكون تعليم عصري. وأكيد إحنا أصبحنا في عصر التكنولوجيا، فمن المؤكد أن تعليمنا يكون تعليم تكنولوجي وتعليم له باع طويل في هذا المجالات. هذا الكلام ما يقتصر على مدارسنا فقط. التعليم لما نتكلم عن التعليم فإحنا نتحدث عن المباني المدرسية وعلى المدارس، بالإضافة إلى الجامعات والكليات المنتشرة في ربوع سلطنة عمان.
ممتاز. اليوم نتكلم عن التعليم، وانت ذكرت كذا نقطة أستاذ يعرب عن التعليم والتكنولوجيا وأهميتهم اليوم مع بعض. اليوم في كثير من المتغيرات وكثير من التأثيرات الخارجية يمكن تطرأ في مجال التعليم وفي يعني في حياة أيضا الطالب نفسها. أيوة. فلو نخص احنا اليوم شوية الطالب المدرسي وطريقة التعليم اليوم، هناك يمكن في بداية كل سنة دراسية في تغييرات ممكن نلاحظها في مجال التعليم والتكنولوجيا في نفس الوقت، وفي توجه للحقيبة الإلكترونية وغيرها من هذه الأمور. اليوم التعليم والتكنولوجيا هل ممكن أن يكون في مثل التوازن ما بينهم؟ هل التعليم والتكنولوجيا يجب أن يكونوا في نفس الدائرة في نفس المكان، ولا هي بس أشياء احنا نتطلع إليها دائما؟ شوف، أنا دائما ما أطرح التساؤل التالي في أغلب الورش التدريبية اللي كنت أسويها: هل نحن مستعدون لاستقبال أبطال الديجيتال في مدارسنا؟ فكنت أقول إذا كنا إحنا هذا الجيل الحالي، هل إحنا مستعدين في المدارس من إن نستقبله ونتعامل معه بتعليم تكنولوجي باستخدام التكنولوجيا في هذا المجال؟ فالتساؤل هذا إجابته نعم، إحنا مستعدين لاستقبال أبطال الديجيتال في مدارسنا. البعض يعتقد أنه إذا كنا هل طلابنا قادرين على التعامل مع التكنولوجيا، ربما أنهم يكونوا أفضل منا إحنا كمعلمين في التعامل مع هذه التكنولوجيا ومع التطبيقات التكنولوجية والأجهزة التكنولوجية. طيب، هل مدارسنا مكيفة من إنها تكون قادرة على استقبال هذه الطلاب؟ نعم، إحنا نمتلك بنية تحتية رائعة جدا لتوظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية. ممتاز. والتكنولوجيا هنا وظيفتها تسهيل العملية التعليمية. الطالب حاليا في مدارسنا غير محتاج للمعرفة بالقدر الكبير اللي يمكن أن يتحصلها من المعلم، محتاج إلى التعامل مع المهارات، محتاج إلى اكتساب الكثير من المهارات هذه في توظيفها مستقبلا في الحياة اليومية. فضرورة دمج التعليم بالتكنولوجيا أصبح لابد منها. إذا جينا نتطرق للدراسات العلمية، فالدراسات العلمية أثبتت أن توظيف التكنولوجيا يلها الكثير من الإيجابيات، يعني بإمكانها أنها تمكن طلابنا من الابتكار، أيضا التفاعلية والفاعلية في العملية التعليمية، كل هذا توظفها التكنولوجيا. احنا دائما ما نبحث عن التفكير الناقد، أيضا التكنولوجيا واحدة من الأشياء اللي تعلم طلابنا التفكير الناقد. واحدة من الخصائص الجميلة اللي نكتسبها من توظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية اللي هي تنمية مهارة التفكير الإبداعي. فإحنا إذا وصلنا إلى طلاب مبدعين، فمعناتنا إحنا قادرين نبني أو قايمين نبني جيل قادر على أنه يتخطى جميع الصعاب، يتعامل مع جميع الأشياء في العصر الحالي. احنا على مدى 5 سنوات الى الامام راح نتعامل مع تقنيات وتكنولوجيا حديثة وضخمة، الذكاء الاصطناعي، انترنت الاشياء، هذه الاشياء القادمة. اذا فعلا احنا ما وضعنا الأسس الأساسية لتعليم طلابنا التكنولوجيا والتعامل معها في مدارسنا، فراح نجد صعوبة في التعامل مع هذه التقنيات القادمة في المستقبل. طيب، يعني أستاذ يعرب، إذا كانت هذه التقنيات بهذا الحجم راح تغزو مجال التعليم ومجالات مختلفة يعني في حياتنا، مثل ما أنت شايف الانتشار الكبير والسريع، هل تعتقد أنه إحنا راح نقدر نحافظ على جودة التعليم وخصوصية خاصة في ظل كل هذه التغيرات؟ هل راح نستطيع أن نقدم مادة يعني جودتها عالية من خلال هذه التقنيات الحديثة؟ الجميل إحنا لما نوظف التكنولوجيا ونوظف التعليم التقني في مدارسنا إن دائما ما نتمسك بالأصالة العمانية، نتمسك بالعادات والتقاليد العمانية، وهذه الأشياء وجهها جلالة السلطان الراحل طيب الله ثراه. فمهما كنا قادرين على توظيف التكنولوجيا واستخدامها، لابد من أن نحافظ على أصالتنا كعمانيين، نحافظ على ديننا، نحافظ على عاداتنا وتقاليدنا. توظيف التكنولوجيا في هذا المجال احنا قادرين على توظيفها على أوسع الأبواب، طرق كثير متعددة. أما من ناحية جودة التعليم، ففي الحقيقة أنه
التكنولوجيا واحدة من الأشياء اللي تخدم جودة التعليم في هذا المجال. ربما أني أنا خلال حصة دراسية قادر على إعطاء الطلاب كمية من المعلومات وكمية من المعارف، ولكن هل راح نكتفي بحفظ المعرفة أم نعمل على توظيفها؟ التكنولوجيا هنا توجهنا إلى توظيف هذه المعرفة، توجهنا إلى استغلال هذه المعرفة، توجهنا إلى بناء أوطاننا من خلال هذه المعرفة التكنولوجية. فمن ناحية جودة التعليم لابد من التكنولوجيا أن تعمل على تحسين التعليم بمجرد دمجها في العملية التعليمية. ممتاز جدا. اليوم احنا نتكلم ايضا ان مقبلين على يعني وفي في في مرحله الثروه الصناعيه الرابعه، ويمكن تنعكس هذه الثروه بشكل يمكن مباشر، ومن اهم الانعكاسات راح تكون على مجال التعليم وعلى هذا في هذا النطاق بشكل عام. اليوم لو نتكلم عن الخطه المستقبليه في مجال التعليم بشكل عام، اليوم ما نتكلم فقط عن السلطنه لكن في التعليم بشكل عام، ايش التوظيف اللي راح يكون لهذه التقنيه وهذه الثروة الصناعية الرابعة في قادم السنوات أو قادم الأيام؟ التوجهات الحالية تعمل على استغلال التكنولوجيا في العملية التعليمية. التكنولوجيا أصبحت تغزو جميع المجالات الحياتية، وأبرز هذه المجالات اللي هو مجال التعليم. فاتجاه العالم دائما إلى استخدام هذه التكنولوجيا لما هو أفضل في جميع المجالات. ففي مجال التعليم لابد من أن نستغل هذه التكنولوجيا على مستوى عالمي وحتى على المستوى المحلي في سلطنة عمان. إذا جينا نتطرق إلى فلسفة التعليم العمانية، واحد من المبادئ الأساسية الموجودة في فلسفة التعليم اللي هو مجتمع المعرفة والتكنولوجيا. مجتمع المعرفة والتكنولوجيا هذا قائم على إضافة المعرفة التكنولوجية لطلابنا. ما بس كذا، احنا نحاول من ان نعزز هذه التكنولوجيا وتوظيفها في الحياة اليومية. ايضا ما فقط نكتفي بان نستخدم التكنولوجيا المستوردة، لا، توجيهات فلسفة التعليم من ان احنا ننشئ تكنولوجيا عمانية خاصة تخدم أهدافنا، تخدم مبادئنا، تخدم فلسفتنا التعليمية الحقيقية. وحتى على مستوى رؤية عمان 2040، يعني من ضمن الأولويات الأساسية اللي هي كانت تعليم مستمر وتعليم مستدام. لما أتكلم أنا عن التنمية المستدامة فأنا أتكلم عن توظيف التكنولوجيا بشكل فعال في العملية التعليمية. واحدة من الأولويات الرئيسية أو التوجهات الاستراتيجية في رؤية عمان 2040 كانت ضمان استخدام التقنيات التعليمية في التعليم الحديث. ما بس كذا، احنا لابد من ان نعمل على نشرها بصفتها ثروة وطنية. فبالتالي واحدة من الأشياء القادمة للمستقبل اللي هي توظيف التكنولوجيا، وبالتالي التعليم التكنولوجي أو خلوني أقول التعليم المدمج بالتكنولوجيا لابد من أنه يكون أساساته قوية في تعليمنا. إذن مما لا شك فيه أستاذ يعرب أن المتتبع لمسيرة التعليم في السلطنة راح يلمس مدى التقدم ومدى الأشواط الطويلة اللي احنا قطعناها في سبيل أنه نطور من المنظومة التعليمية والتربوية. لكن في ظل أيضا هذا التقدم الملحوظ، إذا تكلمنا مستقبلا، يعني هل مثلا راح نستغني عن المعلم، عن الطاقة البشرية اللي دائما ما أيضا احنا كنا حريصين، وكان المغفور له الراحل السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه حريص وكان دائما يدعو لتنمية الموارد البشرية، ما تعتقد أنه بعد كل هذه الوسائل التكنولوجية ممكن يكون هناك ولو بشكل بسيط أنه يكون في تخلي عن الكادر والعنصر البشري اللي هو المعلم؟ في ظل التطور التكنولوجي دائما هناك تخوف من أن الكثير من الوظائف راح تختفي. نعم، هناك الكثير من الوظائف راح تختفي، ولكن هناك وظائف أخرى راح تولد من خلال التكنولوجيا هذه. أعتقد أنه واحدة من الوظائف التي لا يمكن التخلي عنها اللي هي وظيفة المعلم. مهما تقدمنا في التكنولوجيا، مهما تقدمنا في مستوى التقنيات، واحدة من الأشياء الصعبة أن نتخلى عن الكادر التدريسي. بدونهم أعتقد ما راح ننجح في صنع أي شيء أو في تعليم أي شيء. ربما أنه
تتغير أدوار المعلمين هنا، بدل لا يكون معلم معطي للمعرفة ملقن للمعرفة، راح ينتقل إلى مرحلة المستشار المعلوماتي. طلابنا اليوم قادرين للوصول إلى المعرفة بكبسة زر من خلال العالم التكنولوجي اللي احنا موجودين فيه، وبالتالي المعلم هنا دوره راح يتحول إلى مستشار معلوماتي. أنا كطالب يوجهني المعلم إلى مجموعة من المواضيع، مجموعة من العناوين راح ألجأ فيها إلى التكنولوجيا للوصول إلى المعرفة، ولكن لابد من أني ألجأ إلى المعلم كمستشار معلوماتي. هل أنا في المسار الصحيح؟ هل أنا أستخدم التكنولوجيا بالطريقة الصحيحة؟ هل أنا جالس أستخدم التكنولوجيا في شيء راح يفيدني في العملية التعليمية واكتساب المهارات؟ فأعتقد مهما تقدمنا ومهما تطورنا تكنولوجيا، واحدة من الوظائف التي لا يمكن التخلي عنها اللي هي المعلم، وإن اختلفت أدواره في العصر الحديث. ممتاز جدا. طيب أستاذ يعرب، يعني من خلال نظرتك بما أنك أيضا باحث في تكنولوجيا التعليم، هل تعتقد أنه راح نواجه تحديات في الفترة القادمة؟ وإذا كان هناك تحديات كيف راح نواجهها؟ أعرق الدول وأقوى الدول وأقوى المنظمات الاقتصادية لابد من أنها تواجه تحديات. الكيفية هنا كيفية وضع الحلول المناسبة لهذه التحديات، كيفية تطويع هذه العقبات في النجاح للوصول إلى استخدام التكنولوجيا. احنا حاليا على مستوى الميدان التعليمي أو على مستوى المجتمع التعليمي ربما إن وصلنا إلى قدرات وأساسات قادرين من إن نستخدم التكنولوجيا في المجال. لا أعتقد أن هناك مدرسة لا يوجد فيها أجهزة الكمبيوتر، لا أعتقد أن هناك مدرسة تخلو من الصبورات التفاعلية، لا أعتقد أن شبكة الإنترنت لم تصل إلى هذه المدارس. فجميع البنى الأساسية التي نحتاجها لاستخدام التكنولوجيا موجودة في مدارسنا، حتى على مستوى طلابنا قادرين من أنهم يتعاملوا مع هذه التكنولوجيا. ربما الصعوبة تكمن هنا أننا نتعامل مع أكثر من 500,000 طالب، نتعامل مع أكثر من 70,000 معلم، وبالتالي توفير هذه الأجهزة التكنولوجية وتوفير الأساسات التكنولوجية ربما تكون أبرز العقبات في هذا المجال. وفي الحقيقة يعني لما جلالة السلطان قابوس طيب الله ثراه في خطاباته كان يوجه إلى استثمار التكنولوجيا في المجال التعليمي، ولحكمته ولبصيرته من أن يد واحدة لن تكون قادرة على التعامل مع متطلبات العصر الحالي، كان يوجهنا إلى عقد الشراكات مع القطاع الخاص. فأيضا الشراكات مع القطاع الخاص قد تكون واحدة من الحلول في أن نتغلب على هذه التحديات وهذه العقبات، وبالتالي راح نقدر على دمج هذه التكنولوجيا في العملية التعليمية. الشيء الثاني والرئيسي اللي أعتبره ضروري جدا من أنه يكون في الميدان التربوي والميدان التعليمي اللي هو تدريب وتأهيل المعلمين. نعم احنا نمتلك معلمين قادرين على التعامل مع الأجهزة التكنولوجية والتطبيقات التكنولوجية، ولكن التطور السريع والتطور اللي جالس يصير في مجال التكنولوجيا لابد من أنه يواكبه تدريب وتأهيل للكادر التعليمي في هذا المجال. ربما أن هناك الكثير من البرامج التدريبية في هذا المجال، ولكن نحتاج إلى جرعات مكثفة في هذا المجال من أجل أن نسير بخطى ثابتة من للوصول إلى دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية. ممتاز. وممكن أستاذ يعرب هذا الشيء ما راح يكون بالصعوبة اللي احنا متوقعينها أو الصعوبة اللي احنا ننظر فيها، لأن أيضا أطفالنا وحياتهم صارت بشكل كبير يعني يستخدموا فيها هذه التكنولوجيات المختلفة، صاروا مقربين يمكن أكثر منهم من أنهم يتلقوا معلومة أو رسالة معينة من خلال الآيباد أو الكمبيوتر أو الألعاب المختلفة اللي أصبحت يمكن تسيطر على الوضع بشكل كبير. أيضا أنت أكيد لمست يعني ردود أفعال من الطلبة بما أن أيضا الحين في بدايات وتطلع لاستخدام التكنولوجيا في طرق التدريس، كيف كانت ردود أفعالهم؟ هل كان المتعة، هل كانت حاضرة، هل كان مثلا في تحديات معينة واجهتها مع الطلبة، أو كانت العملية تسير بشكل سلس؟ في الحقيقة جمانة احنا نتعامل مع جيل رقمي بحت تماما،
قادر على التعامل مع هذا التكنولوجيا. ما بس كذا، هذا الجيل شغوف جدا لكل ما يتعلق بالتكنولوجيا. واحدة من الأشياء اللي في مدارسنا لابد من أن ننتبه لها، اللي هي أن نكسب طلابنا مصطلح المواطنة الرقمية. المواطنة الرقمية واحد من المصطلحات الجديدة على الساحة. احنا لابد من ان نعلم طلابنا الاستخدام السليم للتكنولوجيا، الاستخدام النافع للتكنولوجيا، بدل لا نركز فقط على ان التكنولوجيا هي فقط مجرد للتسلية، للترفيه، لقضاء اوقات الفراغ. لا، التكنولوجيا ايضا مثل ما لها ايجابيات لها سلبيات. فاحنا لما ندمج التكنولوجيا في مدارسنا قادرين على ان نكسبهم مهارات المواطنة الرقمية. وفي الحقيقة أن واحدة من الدراسات الحديثة في جامعة السلطان قابوس عن المواطنة الرقمية بالتحديد للطلاب الصف 11 أثبتت أن طلابنا يمتلكون مبادئ وأساسيات المواطنة الرقمية، وعندهم وعي تام بالتكنولوجيا ومخاطر التكنولوجيا. احنا لما نستخدم التكنولوجيا راح نزيد من دافعية الطلاب نحو التعلم، راح نشوقهم أكثر للعملية التعليمية. هم في الحقيقة يعني جيل رقمي، وبالتالي لابد أن نتعامل مع توجهاتهم وميولهم، وبالتالي بما أن ميولهم وتوجهاتهم تكنولوجية، فأعتقد أن توظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية راح يساهم بشكل كبير وفعال في العملية التعليمية. ردود أفعالهم دائما ما تكون إيجابية، من النادر جدا أن نجد ردود سلبية في التعامل مع التكنولوجيا، للدرجة أنه الحصة الدراسية 45 دقيقة إذا ما وظفت التكنولوجيا بالشكل السليم فيها، طلابنا يطلبون وقت أكثر للاستمرار في استخدام التكنولوجيا، لأنهم يلاحظوا أن هناك نقلة نوعية. أيوة. في العملية التعليمية. أيوة. أيضا اليوم احنا ممكن تكلمنا عن جانب التعليم فقط، لكن هناك في جوانب مختلفة تخص التعليم والتكنولوجيا. يمكن واحد من أهم هذه الأمور هي إدارة المنظومة التعليمية، وأيضا يعني الخدمات التعليمية اللي تقدم، سواء كان يعني من في مختلف الجهات التعليمية الموجودة عندنا. يمكن اليوم لو نعطي على سبيل المثال البوابة التعليمية، واحدة من يمكن أكثر المنجزات أو أيضا المنصات مثل ما قالت جمانة، التكنولوجيا اللي لاقت أيضا يعني صدى واسع في المنظومة التعليمية وإدارتها بشكل عام. اليوم الخطة أيضا في جانب الإدارة، إدارة التعليم وإدارة هذه المنظومة من ناحية التكنولوجية، وين متوجهة إلى أين؟ راشد، إحنا نمتلك فعلا يعني موقع ضخم جدا اللي هو البوابة التعليمية. البوابة التعليمية واحدة من أساسيات التعليم في سلطنة عمان، والبوابة التعليمية للأمانة محققة نجاحات جدا رائعة، لدرجة أنه الكثير من الدول أحيانا يسألوا يستفسر عني ما هي البوابة التعليمية الموجودة عندكم في سلطنة عمان. احنا البوابة التعليمية ننجز فيها الكثير من الأشياء، تختصر علينا جهد وتختصر علينا وقت في إعداد الأشياء. نمتلك بيانات ضخمة من درجات الطلاب ومن أسماء المدارس وأسماء الطلاب، كلها موجودة عندي في البوابة التعليمية. البوابة التعليمية خدماتها ليست فقط لموظفي وزارة التربية والتعليم، توجد خدمات لطلاب المدارس، توجد خدمات لأولياء الأمور. صحيح. توجد خدمات حتى للزائر في البوابة التعليمية، قد يجد الكثير من المحتوى الرائع والجميل في المناهج. بعضها موجودة أيضا، جميع مناهج التعليمية موجودة عندنا بشكل إلكتروني، ما بس المناهج التعليمية، حتى على مستوى الوسائط المتعددة. صحيح. والوسائل التعليمية. صحيح. احنا قادرين ان نلجأ لها من خلال البوابة التعليمية، مخزون رقمي رائع جدا هذا البوابة التعليمية. فإحنا بدل لكننا نستغرق أوقات طويلة وجهد مضاعف في
إنتاج أو في تخليص التعاملات التعليمية من درجات من بيانات. البوابة التعليمية سهلت لي هذه العملية واختصرتها في أقل وقت ممكن. نعم. ولي الأمر بدل لا يتكبد مسار أنه يذهب إلى المدرسة، صحيح، قادر أنه يطلع على الجدول الدراسي لابنه، قادر على الاطلاع على درجاته من خلال جهاز اللي موجود في إيده. فأنا أتوقع أن البوابة التعليمية واحدة من النقلات النوعية في المجال التعليمي في سلطنة عمان، ودائما ما يحسدون على هذه البوابة التعليمية، والكثير منها من الأشخاص من خارج سلطنة عمان يتمنوا أن تكون عندهم منصة تعليمية مثل البوابة التعليمية. إذن أستاذ يعرب، يعني ذكرت ما شاء الله الكثير من المؤشرات اللي تدل على أنه مسيرة الخير والنماء وأيضا التقدم في مجال التعليم ما زالت مستمرة، وأيضا من خلال ما ذكرت واضح أن هناك رؤية أيضا مبشرة لمستقبل التعليم وتكنولوجيا التعليم في السلطنة من خلال التقنيات الحديثة اللي راح نوظفها في خدمة التعليم، مع الحفاظ أكيد على العادات والتقاليد وخصوصية المجتمع العماني. أستاذ يعرب، سعدنا أكيد بالحديث معك، وإذا في كلمة حاب تختم فيها هذا اللقاء تفضل. ختامي راح يكون بأن إحنا نمتلك منظومة تعليمية رائعة جدا، لابد من أن نوظفها توظيف رائع، بحيث أن نساهم في بناء هذا الوطن، نكمل مسيرة النهضة، نكمل مسيرة التعليم، نعد أجيال قادمة لبناء عمان، وأجيال متسلحة دائما بالمهارات والمعارف، لا تصعب عليهم لا يصعب عليهم أي شيء، وقادرين على التعامل مع تحديات المستقبل وصعوبات المستقبل بأريحية تامة. طلابنا من أفضل الطلاب على المستوى العالمي، نمتلك كادر تدريسي رائع جدا في جميع المجالات، سواء كان في المجال التعليمي أو حتى في مجال استخدام التكنولوجيا، وشغوف جدا لمعرفة كل ما هو جديد في مجال التكنولوجيا. أقول ذلك كله من خلال الاستفسارات والأسئلة والملاحظات اللي ألاحظها في الميدان التعليمي، وبالتالي إحنا في الطريق السليم نحو مسيرة خالدة إن شاء الله في مجال التربية والتعليم بإذن الله تعالى. شكرا لك أستاذ يعرب على حضورك. يعطيكم ألف عافية إن شاء الله. شكرا لكم جميعا. شكرا لكم، نتمنى لك أكيد كل التوفيق بإذن الله.